عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلابي الأعزاء الكرام في لقائنا المتجدد في مادة العلوم والحياة للصف السابع. طبعا تكلمنا في الحصص السابقة عن الجهاز العصبي، أما موضوع درسنا لهذا اليوم لا وهو الغدد الصماء، صفحة اللي هو 62. طبعا يوجد في جسم الإنسان غدد مختلفة تفرز مواد مهمة ومعينة للجسم. فما معنى الغدد؟ الغدد هي مجموعة من الخلايا التي تفرز مواد لكل منها وظيفة معينة ومحددة طبعا تقوم بها. طبعا هذا دليل على أن هذه الغدد متخصصة بأداء وظائف معينة داخل جسم الإنسان. طبعا في لدينا لهذه الغدد في أنواع، وهي تنقسم إلى قسمين: غدد لا قنوية صماء وغدد قنوية. الغدد القنوية اللا قنوية الصماء عفوا هي غدد تصب إفرازاتها في الدم مباشرة، وذلك بسبب عدم اللي هو امتلاكها قنوات خاصة تصب إفرازاتها فيها، لذلك تصب في الدم مباشرة ويتآزر عملها مع الجهاز العصبي طبعا في اللي هو في عمل مشترك بين الجهاز العصبي والغدد الصماء. طبعا في عندنا أمثلة لعدة غدد، في عندنا الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدة غدة البنكر ياس. لاحظوا هنا، أما بالنسبة للغدد القنوية من اسمها قنوية يعني تمتلك قنوات خاصة تصب إفرازاتها فيها طبعا لتصل مكان عمل الجسم. في أمثلة عندنا الغدد الجمعية، الغدد اللعاب، وأيضا البنكرياس. لاحظ هنا البنكرياس مشترك بين الغدد القنوية والغدد الصماء، سوف نتكلم عنها لاحقا. طبعا دعونا نتحدث في البداية عن الغدة النخامية. الغدة النخامية أحبائي الطلاب هي غدة مسؤولة عن النمو، وهي صغيرة الحجم، تقع في قاعدة اللي هو الدماغ، في قاعدة الجمجمة، لا يتجاوز كتلتها نص جرام. طبعا لاحظ هنا انه حجمها نص جرام، يعني صغير جدا. طيب بالنسبة للهرمونات، في قبل ما نخش في الهرمونات في عندنا سؤال: سميت مجموعة الغدد الصماء بالجهاز على الرغم من عدم اتصالها، فيش اتصال مباشر بين الغدد الصماء، لأنه اللي يربط بين الغدد الصماء مين هو؟ الدم. إذا بسبب الدم الذي يربط بين هذه الغدد بعضها ببعض، ولا ما في بينها قنوات مباشرة هذه الغدد. طبعا في عوامل تؤثر في النمو الجسم. طبعا واحنا حكينا انه الغدد النخامية هي مسؤولة عن النمو. ايش العوامل؟ في عنا عوامل وراثية وعوامل بيئية. العوامل البيئية تنقسم الى ثلاث اقسام: التغذية وصحة الجسم وممارسة الرياضة. كل هذه الاشياء بتأثر في عملية النمو. طبعا احبائي الطلاب في عنا الهرمونات، الغدة النخامية عنا ثلاث هرمونات تفرز ثلاث هرمونات: اول هرمون هرمون النمو، ثاني هرمون هرمون البرولاكتين، ثالث هرمون هرمون الاكسيتوسين. بالنسبه لهرمون النمو، هو هرمون ينظم اللي هو عمليه النمو عند الانسان طبعا وتتحكم فيها. هرمون البرولاكتين هو الهرمون المنشط، لماذا؟ لافراز الحليب، وهذا يخص من الاناث، الذي يفرز بعد الولاده، بعد ولاده هذا الهرمون بتنشط وبفرز اللي هو ينشط افراز الحليب. طبعا هرمون الاكسيتوسين هو هرمون المنشط لادرار الحليب، الذي ايش؟ ينشط اللي هو ينشط خروج الحليب من اللي هو ثدي المراه الى
الغدد وهي غدة الدرقية، وهي من أكبر الغدد الصماء، وهي من أكبر الغدد اللي هو الصماء. لكن قبل ما نكمل في الغدة الدرقية، في عنا نسيت أحكي سؤال اللي هو ماذا يحدث عند الزيادة في إفراز اللي هو الغدة النخامية. الغدة النخامية لما يزيد إفرازها ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها اللي هو مرض اسمه العملقة. يحدث عنها اللي هو مرض العملقة. طيب، في كمان سؤال ثاني، تعد الغدة النخامية سيدة الغدد. ليش تعد سيدة الغدد الغدة النخامية؟ لأنها تتحكم في كثير من العمليات الحيوية في جسم الإنسان، وتسيطر على عمل جميع اللي هو الغدد الصماء. أيضا يعني الغدة النخامية بتسيطر على عمل جميع الغدد الصماء، وأيضا تتحكم في الكثير من العمليات الحيوية في جسم الإنسان. طيب، وكما ذكرنا سابقا أن الزيادة في إفراز الغدة النخامية لهرمون النمو ماذا يحدث؟ هو يحدث الإفراط في الطول، أو بسموه مرض العملقة، ويصاحب ذلك خمول في القدرات العقلية والجنسية. طبعا نكمل حديثنا عن الغدة الدرقية، وهي من أكبر الغدد الصماء، تقع في الناحية الأمامية للرقبة. هنا تقع في الناحية الأمامية للرقبة، طبعا تنقسم إلى نصفين، تمام، على جهتين، حيث تحيط بالقصبة الهوائية وماذا؟ والحنجرة. هذه الغدة الدرقية. إيش الهرمونات اللي بتفرزها؟ عندنا هرمون الثيروكسين وهرمون الكاليستونين. طبعاً هرمون الثيروكسين هرمون تفرز الغدة الدرقية، نظم أكسدة الغذاء وإطلاق الطاقة على شكل حرارة، وينظم أيضاً النمو. إضافة إلى ذلك ينظم النمو. بالنسبة لهرمون الكاليستونين هو هرمون تفرزه الغدة اللي هو الدرقية، يلعب دور مهم في توازن الكالسيوم في الدم. من اسمه هرمون الكاليستو، يعني مأخوذ من اسم الكالسيوم. إذا هو إيش ماله؟ يلعب دور مهم في توازن الكالسيوم في الدم. إلى هنا لقد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف نتحدث عن البنكرياس والغدة الكظرية، وأيضا بشكل والهرمونات التي تفرزها. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة